ونناقش ملفنا حول أوضاع السجون الحكومية في العراق عقب أنباء عن وفاة 3 معتقلين بسجن الناصرية المركزي. لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا الأستاذ ضياء الشمري. أهلا بكم أستاذ ضياء. لا أدري إن كنت تسمعني أستاذ ضياء بعد نعم، أنا أسمع. أهلا بك. سمعوني لو ما سمعوني. نعم صوتك واضح، نحن على الهواء مباشرة. وأبدأ معك من توثيق وفاة 3 معتقلين بسجن الناصرية في ذي قار، ما مدى خطورة هذه الحصيلة الجديدة؟ حقيقة هذا الأمر مخيف جدا بما يحدث في سجون الناصرية وفي سجون العراقية على الأجمل، لأنه ما يحدث نعلم بهذه المأساة التي يعانوها السجناء في السجون العراقية من الرعاية الصحية والرعاية الإنسانية وكل ما يستحق السجين هو غير متوفر من ناحية الصحة ومن ناحية الطعام ومن ناحية الملبس، هذه كلها تقصير، ومن حتى من ناحية الغسيل أيضا. هذه المشكلة هي مشكلة يعني المنظمات الحقوقية الإنسانية قاعد تكتب عن هذا الموضوع، وهي حقيقة قلقة جدا، خاصة بعد بدأت الوفيات في هذه المستشفيات، والسبب هو المرض أو الأمراض المستعصية التي لا يوجد لها رعاية صحية ولا يوجد طبيب مستمر لفحص المرضى الموجودين في السجون. وهذا نعلم احنا كثير من العراقيين، هذا ليست لأول حالة وإنما عدة حالات توفوا في هذه السجون، في سجن الناصرية وفي سجون الأخرى في العراق. إذن الأمر معقد جدا بالنسبة للمنظمات الإنسانية الموجودة من حيث المعرفة ومن حيث عدم رؤية السجناء والتطلع على أمور السجناء الموجودين في هذه السجون. نعم، لكن الحماية الغير إنسانية الغير كريمة بالنسبة للسجين وزائر السجين أيضا بنفس الوقت. في هذا السياق بالحديث عن أوضاع السجناء وحالتهم الصحية، شخصت الكثير من الأمراض عن هؤلاء السجناء الذين توفوا لعدم تلقيهم الرعاية الصحية. كيف يفسر عدم توفير رعاية صحية لمن يدعى أنه متهم بالإرهاب؟ حقيقة هو هذا الادعاء المدعى، يعني يدعون انه يدعي بالارهاب او هم يدعون عليه، يعني هذه مسائل انتقامية، مسائل سياسية تتبناها الحكومة العراقية من البداية ومن بداية الاحتلال وعلى حد يومنا هذا. ما يحدث بالوقت الحاضر في العراق، الامراض الكورونا كوفيد 19 متوفر في السجون ولا توجد حكومة عراقية رعاية المساجين أو يعني منعهم من هذا الخطر المرض، لأنه المسجونين السجناء العراقيين بغض النظر إذا كان محكوم أو غير محكوم هو له حقوقه الموجودة في المجتمع، له حقوقه على المجتمع، له حقوقه على الدولة، هذه الحقوق لا تتبناها الحكومة العراقية. إذن الاعتقالات الموجودة في العراق والسجون الموجودة بالعراق هي سجون انتقامية وليست لمعرفة الحقيقة. لو كانت الحكومة جادة بمعرفة الحقيقة ومعرفة من هو الذي ارتكب هذه الجريمة وتلك الجريمة لكانوا فتحوا الملفات السابقة والملفات الحديثة عن الجرائم التي حدثت والتفجيرات التي حدثت في السابق في الكاظمية أو في بغداد وفي كل مناطق العراق. لحد الآن التحقيقات الموجودة في الحكومة العراقية لا توجد، لم نجد بحق المتهمين من ما يثبت عليهم الأدلة، وإنما الأدلة هو الانتزاع الإفادة من المسجونين بالقوة حتى لو كان اعترف بالجريمة. بالحديث عن هذه النقطة أستاذ ضياء، ما مدى إمكانية إعادة محاكمتهم باعتبار أنهم اضطروا للاعتراف تحت التعذيب أو بالقوة كما أشرتم، وكانت في الغالب محاكمات سريعة؟
نعم حقيقة بدأت من 2014 لحد 2019 أصدرت الحكومة أو المحكمة العراقية بحكم الإعدام 340 شخص، وهذه الاعترافات انتزعت بالكره من المعتقلين، ليست بالحب من عندهم. على الحكومة العراقية أن تراجع، إذا أرادت الحكومة العراقية، ولو هي الحكومة العراقية لا توجد لأن هي مسيرة من قبل إيران، والذي كان في زمن المعصوم وفي الوقت الحاضر في زمن الرئيس الموجود الحالي، هي نفسها تستمر العمليات الإجرامية بحق العراقيين على الأجمع. احنا نلاحظ انه ليست الحكومة العراقية تقوم بانتهاك لحقوق الإنسان في السجون ومع الشعب العراقي، وانما حتى الميليشيات والأجهزة المتسلطة على أرقاب العراقيين من أمراء الحرب الموجودين في العراق هم يقتلون ويذبحون، وعندهم سجون خاصة بهم لا تتبع للحكومة العراقية. نحن نعلم أنه المفقودين في العراق بالآلاف المؤلفة، ليست واحد أو اثنين حسب ما الإحصائية الأمم المتحدة اللي طرحتها 2012، حدود 35 ألف مفقود من العراقيين. هذا العدد كبير جدا، لا يمكن أنه دولة مثل العراق يعني يبقى الشعب العراقي ساكت عن هذه الجرائم، واليردنيين يعرفون يعني عليها مترتبات كثيرة، عليها المتربات الإرث على الزواج وكل شيء مترتب على الناس المفقودين. إذا المشكلة معقدة مركبة، والحكومة العراقية لا تسمع ولا ترى ما يحدث من قبل الميليشيات، وحتى الحكومة العراقية الذي يحدث في السجون العراقية هذا خير دليل أنه يقتلون بالتعمد لعدم العناية الصحية الموجودة، وبالتالي حتى العناية الصحية للحماية عنهم من كوفيد 19 لا توجد حماية للسجناء. إذا العملية الموجودة هي عملية انتقامية لكل المساجين الموجودين في العراق، والمساجين الأغلب المساجين الموجودين بالعراق لا عد الإحصائية الموجودة، هم أغلبهم من طائفة معينة من العراق. رغم كل الانتقادات الحقوقية من المنظمات الدولية حول أحكام الإعدام، كيف يفسر تنفيذ الأحكام المتعلقة ب13 معتقلا مؤخرا؟ هذه نبهت عليها المنظمات الحقوقية، أعتقد منظمة فرنسية أشارت إلى هذا الموضوع حينما بدأت في بغداد التفجيرات، وهي صرحت قالت أنه راح تبدأ الإعدامات العشوائية، يعني يختارون الناس عشوائيا حتى يرضون بعض أمراء الحرب الموجودين، يعدمون عددا من الناس يعني كمش فداء يعملوها حتى الحكومة العراقية ترضي، بالحقيقة ترضي الإيرانيين، يعني هي ما ترضي أي واحد، لأنه كل عراقي يقتل في هذه الوقت هو لصالح أعداء العراق، وأعداء العراق بالوقت الحاضر هي ولاية الفقيه ليس إلا. شكرا جزيلا لك أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا الأستاذ ضياء الشمري، شكرا جزيلا لك، حدثنا عبر سكايب من فيينا.